تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج إذاعي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. صباح الخير عليكم جميعا، كل التحية. اليوم معانا في الحلقة في الإخراج أيمن سرحيل، أهلا وسهلا، وأيضا في التنسيق معانا حمد المعيوف. هذا حمد المعيوف آخر حلقة لها في التنسيق اليوم معانا، وأيضا أقول ولا ما أقول؟ لا الدكتورة ندى الملة في التقديم زميلتي، وهذا محدثكم أخوكم الصغير، لازم يرفع لك الفيدر مع الموسيقى. إيه لازم أخوكم لازم. صغير محمود يوسف العري. صباحكم ورد يوم الأحد اللي يحبه كل أحد، إن شاء الله تكون طاقتكم إيجابية وأسبوعكم جميل، أهم شيء بتفكيركم الإيجابي وطاقتكم الإيجابية يكون أسبوعكم جميل. طيب دكتورة خلينا نذكر بس بأرقام التواصل معنا للاتصال على 600-551414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على أكاونت هيئة الصحة في دبي على إنستغرام DHA_Dubai، ومو موجودين على نور دبي إلى الآن ليه ما إن شاء الله يفتحوا لنا الحساب وما ندخل منا لايف. صباحكم الله بالخير ياللي خلف الميكروفون وحتى اللي خلف الكواليس، بعد صباحهم بخير. عموما دكتورة شو وضع الصغارية عندكم في البيت؟ يلعبون وايد في الآيباد والأجهزة الإلكترونية ولا شو؟ أنا أصلا ما عندي آيباد في البيت. خفي علينا، كيف ما عندك؟ ما عندي والله. 24 ساعة ماسكة التليفون قدامي، حتى في الحلقة الحين في الحلقة نحن قاعدين وهي طرش وما أدري شو تسوي. هي حقي أنا، هي أسوي شغلي، بس حق العيال ما عندي آيباد صراحة. أفتح هي كم تحصلت طالعة في وجهي. عموما دكتورة، توصلت دراسة حديثة إلى أن الأطفال الذين يمضون وقتا طويلا في مشاهدة الشاشات الإلكترونية بمختلف أنواعها، تلفاز، هاتف ذكي، حاسب، جهاز كفي يعني جهاز لوحي، يزداد لديهم احتمالات الإصابة بعوامل خطر السكري من النمط الثاني. وبحسب الباحثين فإن مشاهدة التلفاز وممارسة ألعاب الفيديو أو الجلوس أمام شاشة الحاسب أو الهاتف الذكي أو غيرها لأكثر من 3 ساعات يوميا يرتبط بزيادة مستوى الدهون في الجسم، المقاومة تجاه الأنسولين، ما يعني تراجع قدرة الجسم جسم هذا الشخص على ضبط مستويات السكر في الدم. طبعا الباحثون يقولون بأن الحد من عدد الساعات خاصة ساعات جلوس الأطفال أمام شاشات إلكترونية ضروري للوقاية من هذه العواقب الصحية السيئة. وتقول المعدة الرئيسية للدراسة كلير نايتينجيل الأستاذة بجامعة سان جورج بلندن، تشير نتائج دراستنا إلى تقليل زمن جلوس الأطفال أمام شاشات إلكترونية يقلل من احتمالاتهم بإصابتهم بالسكري من النمط الثاني، سواء كانوا ذكور أو إناث، بغض النظر عن المجموعة العرقية اللي ينتمون لها، مسلم، مسيحي، شو ما تطلع. زين، وتضيف أن النتائج الدراسة منطقية جدا، وخاصة مع تزايد أعداد الإصابة بالسكري من النمط الثاني بشكل عام وبين الأشخاص الأصغر سنا بشكل خاص، كما تنسجم النتائج مع التحذيرات الحديثة التي تقول هذا بشكل عام يقولون والأصغر سنا بشكل خاص بشكل الكلام حقك زي، كما تنسجم النتائج مع التحذيرات الحديثة التي تقول بأن تزايد معدلات جلوس الأطفال أمام شاشات إلكترونية قد يترافق مع تبدلات سلوكية لديه مع تقدمهم في السن. زين، أنا قبل لا أخذ تعليقك على هذا الموضوع، أنا عندي بعد مدمنة سوشيال ميديا ثانية موجودة معانا اسمها الجناحي. صبحت الله بالخير. صبحكم الله بالنور. سمعتي الخبر اللي كنا نقوله توه؟ سمعت بس سويت أمري ما أسمع. أنا أقول بعد شيء أسمع. أسمع، عطينا بس الرسالة الإيجابية وعطينا آخر ما متواجد في السوشيال ميديا وبعدين ما أخذ رأيكم على الخبر أنتم الاثنين.
لتكون بداية أسبوع عملك أكثر قوة فعليك أن تجعلها أكثر تنظيما. نظم عملك، رتب مهامك، وابدأ بإنجازها الآن. صحيح والله، أحسن رسالة حق يوم الأحد، لأن الناس تحس عمرها في مثل ما نقول إحنا متلخبطة، يعني إن أول يوم في الأسبوع بعد الويكند. نحن فعلا نتمنى من كل المستمعين يتابعون حساباتنا على قنوات التواصل الاجتماعي، لأن اليوم راح نطلق مبادرات ما بقول شو هي لكن راح يعرفونها في حسابنا إن شاء الله اليوم. إن شاء الله. عايز ذكرين بالحسابات يا أسماء. حساباتنا على تويتر وإنستغرام وفي لا إنستغرام وتويتر فيسكوب وسناب شات هم DHA_Dubai، أما على فيسبوك ولينكدين ويوتيوب هو دبي هوست ستوري. شكرا لك يا أسماء. أسماء انت لحظة انت لا تقولي لو، لأن بعد الفاصل نحن ما نتكلم عن اللي بتطلقونه إن شاء الله، فاللي حاب يعرف شو اللي بيستوي في حسابنا يتابعنا بعد الفاصل. لكن أسماء تعالي، وين رايح انت؟ ما علقتي على الخبر هذا. ما تقول ما سمعت، سويت عمره ما تسمع. سويت عمري ما أسمع. مشكورة يا أسماء ويعطيك العافية. نهارك سعيد يا أسماء. والله يوفقكم إن شاء الله. تعالي دكتورة خبرينا الحين، أنت شو تعليقك على هذا الخبر؟ هو شوف محمود، إن الجلوس ساعات طويلة أمام الأجهزة اللوحية هذا شيء الدراسات تحذر منه من زمان لمختلف الأسباب. واحد من الأسباب ترى في مرتبط بتأخر النطق عند الأطفال. في وايد أطفال تلاقي عمره 3 سنوات والطفل ما يتكلم، تقول لك الأم بودي طبيب أنف ودن حنجرة، الطفل عنده مشكلة. لما تسأل أكثر تكتشف أن الطفل يقعد أكثر من 6 إلى 8 ساعات قدام جهاز لوحي عينه في هذا الجهاز. تقول لك الأم والله مفروض هو يتعلم. إحنا دائما نقول الأجهزة اللوحية وحتى التلفزيون عبارة عن نطق، جهاز يتحدث في باتجاه واحد فقط، يعني الطفل فقط متلقي. كيف الطفل يتعلم الكلام؟ لما يتلقى ويرد يمارس الكلام. بس إذا الطفل قاعد قدام جهاز لوحي ما حد يكلمه، فقط متلقي لهذا الكلام أو حتى للأشعة اللي تطلع من هالأجهزة، ما رح يتعلم النطق. ففي يعني قبل ما تطلع دراسة عن السكر العلاقة بتأخر النطق عند الأطفال، عشان شي وايد أطفال الحين عندهم تأخر في النطق. يقول لك واحدة هنا، واحد اسمه ما أعرف أبو بكر، يمكن أبو بكر، يقول لدينا طفل في العائلة كان يعاني من تدني علاماته بسبب أخطائه المتكررة بالامتحانات. قررت جدته حجز التابلت لمدة شهر، فتغير سلوكه وارتفعت علاماته وزاد تركيزه، بالإضافة لأنه أصبح أكثر هدوء واجتماعي. شوف قبل ما نقرأ المسج أنا قلت هالكلام. فيا جماعة دائما نقول مسموح للطفل ساعتان يوميا فقط، ومو متصلات. عطيه نص ساعة أو ساعة وخلي بريك بعدين الساعة الثانية، لا تعطونه مفتوح. عارف أن الأطفال مرات يكونون صدعة، يعني حشرة بتلاقيه نططون في البيت، ولكن هي مرحلة ترى وبتعدي. بس ما نعق يعني، هاي تعتبر كان عقاب للطفل قاعد قدام آيباد 6 ساعات، يعني وايد. لا تلاحظين حتى السلوكيات، يعني الأمور الغير صحية يرتكبونها مع جلوسهم أمام الألعاب الإلكترونية ولا حتى التابلت. يعني أتذكر إحنا عندنا بعد حالة في البيت، يعني أشوت برا، أشوت أطلع تحرك، بس هذا ولد أختي، لأن أمي تجلس. تحية لك ولولد أختك ومع علي محمود شرير شوي، مع علي زين. أطلع ألعب ويا الصغارية برا، ألعب كورة قاعد على الأيباد. يعني تخيلي لهالدرجة، وأمي تعطيه اللي هي يدته زين، تعطيه الأيباد تبغي تفتك من حشرته، صح ولا؟ الكبار تي بس يشوفون يقول حطوه عشان يسكت عشان ما يصيح. ما ينفع كذا، لأن فيها وايد أمور تترتب عليها. شوفينا ياكل شيبس، ياكل القاعدة مو بصحيحة محمود، كذا غير الآلام اللي بتي في ديه، في ظهره، في صحيح. إذا نحن الكبار نعاني من هذه الآلام، يعني مع يوم زيادة حدبة الظهر تلاقيهم مثلا نقول إحنا مهندسين يعني كذي على الهاتف على الآيباد. يلا نحن عندنا بعد بالإضافة لرسالة أسماء الصباحية، في عنا هذا صديقنا الدائم بازوكا يقول رسالة صباحية، تأكد أن الله لن يخذلك أبدا رغم عظم أخطائك وتراكم أوجاعك وصعوبة مشاكلك. الله بصير بكل ما يحصل لك، الله معك دائما. شكرا لك. فاصل المستمعين، بعد الفاصل ما نتكلم بعد إن شاء الله عن موضوع وايد مهم، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. فاصل الراجعين. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي.
انزين انا ما فهمت شو الحديث اللي قاعد يصير هني لانه ما قريت اول شيء شو مكتوب، بس حد قال اكيد على الواي فاي كل واحد وجهازه. يتكلمون عن الموضوع اللي كنت اتكلم فيه قبل الفاصل دكتورة، عن موضوع الاطفال وضرورة ان الواحد ياخذ عنهم الأجهزة. صحيح. في سؤال هني انا عبر رسالة نصية على 4006، في سؤال يقول هل الأدوية التي تؤخذ بعد الأكل هل يأكلها مباشرة او اللي ينتظر وقت بعد الأكل؟ لما نقول احنا في أدوية، ترى يا جماعة في أدوية تتاخذ وسط الأكل، في أدوية تتاخذ بعد الأكل، وفي قبل الأكل، وفي قبل الأكل. زين احنا ليش دائما عشان بس نعطيها السريع ليش نقول قبل وبعد وفي النص؟ لان يعني احيانا في بعض الأطعمة تتأثر، بعض الأدوية تتأثر بالهضم، عملية الهضم في المعدة، فتأثر على بعض مكونات الدواء. اذا قلنا خذ الأكل الدواء في نصف في منتصف الوجبة، يعني وانت تاكل في النص اكل الحبة، وبالعادة هدو السكر اللي كنا نعرفه جلوكوفاج. اذا قلنا بعد الاكل بالعادة يعني 10 إلى 15 دقيقة بعد الاكل ممكن تاخذ الحبة، بس ما يكون ابعد عن شي. في ناس عقب الاكل بساعتين ثلاثة يقولك الدكتور قال لي بعد الاكل. الفكرة ليش نقولك بعد الاكل؟ لان هذا الدواء يأثر على المعدة اذا كانت المعدة ما فيها اكل، مثل بعض المضادات الحيوية نقولك اكلها بعد الاكل. شكرا لك دكتورة على التوضيح. ايضا ما ننتقل الآن إلى واحد من المواضيع المهمة عندنا، فاستجابة لإعلان سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أن عام 2017 هو عام للخير في دولة الإمارات العربية المتحدة، أطلقت هيئة الصحة بدبي، يعني أو ستطلق بعد قليل، الحين ما نعرف أطلقت ولا ستطلق، لأن خلال هذه الفترة خلال وقت البرنامج حزمة من المبادرات الخيرية اللي بتعكس التزامها بمسؤوليتها المجتمعية وبتعزز من نهج ومسيرة الدولة في المجال الخيري الإنساني. معانا عبر الهاتف الأستاذة شيخة الرحومي مدير إدارة علاقات المتعاملين بهيئة الصحة بدبي، وهي يعني رئيس اللجنة اللي تم تشكيلها لعام الخير. صبحت الله بالخير أختي شيخة. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي محمود، يا مرحبا بكم، وصبح على الحضور اللي عندك في الاستوديو وكافة مستمعين إذاعة نور دبي. جزاك الله خير أختي شيخة. إذا ما نتكلم في البداية عن هذه المبادرات، يعني ما شاء الله أنا اللي شفت العرض في مبادرات وايد، خطة كاملة ما شاء الله حق سنة كاملة، ومبادرات يعني فوق كم 16-17 مبادرة إذا مش أكثر، أو على غطيت كل 30 مبادرة، هذا اللي أنا شفته ب 16-17. نعم أي تفضلي. مثل أخوي محمود إحنا نعرف أنه تم إعلان 2017 هو عام الخير من قبل سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة رئيس الدولة. عام الخير يركز على 3 محاور رئيسة، هي المسؤولية المجتمعية والتطوع وخدمة الوطن. لماذا عام الخير في 2017؟ نحن الحمد لله أن الخير متأصل في نفوسنا ونفوس أبنائنا، لأننا أبناء زايد الخير، وهذا شيء مو بغريب علينا ولا على أبنائنا وحتى المقيمين، لأن نبع الخير الأول واللي ما زلنا ننحل منه بالرغم من رحيله هو أبونا زايد رحمة الله عليه. مهم جدا أخوي محمود أن اليوم نعيد غرس هذه المحاور والمفاهيم المتعلقة بالخير في نفوسنا ونفوس الأجيال القادمة الشابة، المفاهيم هذه من المسؤولية المجتمعية والتطوع وخدمة الوطن ضروري نغرسها في الأجيال القادمة. مثل ما تفضلت أن في هيئة الصحة تم تشكيل فريق عمل عام الخير للإشراف على تطبيق مبادرات وأنشطة فعاليات عام الخير، وكذلك من مهام التنسيق مع الجهات الخارجية والمعنية ومراكز محمد بن رافد لاستشارات الوقف، وكذلك تشجيع طرح ثقافة الأفكار. عملنا نحن مبادرة للأفكار وتم استلام أكثر عن 100 فكرة عن عام الخير. طبعا وصلتنا عن طريق نظام الاقتراحات، ووصلت عن طريق مشكورين كافة الوحدات التنظيمية الداخلية تقدموا بمبادراتهم وكذلك أفكارهم اللي خاصة عن عام الخير. تم فلترتها وتم يعني اعتماد 30 مبادرة لثلاث محاور، كل محور يحمل 10 مبادرات عن عام الخير. لو يعني ممكن أتكلم عن المسؤولية المجتمعية، أو قبل ما أدخل في المحاور وأعطيكم نبذة بعض المبادرات عن كل محور، بتكلم أن هذه المبادرات كلها هي تستهدف عندنا
فئة الأرامل، فئة العمال، أسر المتعففة، ذوي الإعاقة، كبار السن، موظفي الهيئة كذلك من الدخل المحدود، فئة الطلاب والأطفال والأسر كذلك المتعففة. المحور الأول اللي عندنا اللي هو المسؤولية المجتمعية، نقصد فيه تفعيل وتعزيز المسؤولية الاجتماعية. أنا اليوم فرد في مجتمع الإمارات، لي مسؤولية وعندي مسؤولية تجاه هذا المجتمع. طبعا التركيز هنا بيكون مع إشراك القطاع الخاص في هذه الفعاليات. أعطيكم بعض المبادرات، طبعا كل محور فيه 10 مبادرات تم اعتمادها. من بعض المبادرات الخاصة بهذا المحور عندنا مناسك الخير، هو التكفل بأداء مناسك العمرة والحج من ذوي الدخل المحدود بالتعاون مع إشراك القطاع الخاص والجهات الخيرية. عندنا كذلك في فعاليات قائمة موجودة في هيئة الصحة مثل الدواء سلامة وعطاء، هذه بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر والقطاع الخاص، وهي عبارة عن التخلص من الأدوية بطريقة آمنة لا تضر البيئة، وكذلك عطاء للجهات المحتاجة أو الدول المنكوبة. كذلك عندنا مبادرة اللي هي 3D الخير، هي عبارة عن مبادرة تهدف إلى التكفل بصناعة الأطراف الصناعية لمحتاجينها من خلال تقنية جديدة عندنا في هيئة الصحة اللي هي تقنية طباعة الأبعاد الثلاثية. مير الخير بعد موجود كذلك إحدى المبادرات في هذا المحور، وعطاء الخير كذلك. مير الخير يهدف إلى توفير الوجبات الكوبونات لذوي الدخل المحدود، يعني هاي لمحة سريعة. كذلك موجود عندنا بعد وقف الخير، هذا بيكون خاص لموظفين الهيئة أنهم يساهمون في بناء مسجد، أو وقف الخير يكون في جهة عالمية أو خارج دولة الإمارات بحيث أنهم يرعون هذا الوقف. فهذا في المحور الأول أخوي محمود اللي هي المسؤولية الاجتماعية. في كذلك عندنا اللي هو محور جدا مهم والدولة مركزة عليه اللي هو التطوع. نحن سمينا المحور تطوعي سعادتي، لأن التطوع اليوم بالفعل هو سعادة، العطاء سعادة، أني أنا أخصص وقتي بالقدرات الموجودة عندي وأطوع بها في المجتمع، هذا أقل شيء نحن ممكن نرده لهذا الجميل، لهذا الوطن. تعزيز ثقافة التطوع وايد مهمة، أن نربي عليها عيالنا، نربي عليها أبنائنا. نحن اليوم عندنا كمية كبيرة، قدرات كبيرة، سواء كان من الفئات المتخصصة من الأطباء المهندسين، حتى الناس العاديين ممكن يتطوع حتى بوقته أن يشارك معنا في إطلاق هذه المبادرات. من أهم المبادرات اللي بنطلقها في هاي المحور، طبعا هن 10 مبادرات، بعطيكم بس بعض عندنا طبيب الخير. ناخذ على السريع شوية أختي شيخة أساس الفاصل، بس ناخذ مع السريع وأيضا عطينا المحاور الثالث. نعم عندنا اللي هي مبادرة طبيب الخير، تهدف إلى تطوع الأطباء لتقديم الخدمة العلاجية في المجتمع. وقف المعرفة هذا شيء وايد مهم محمود، إن اليوم حتى لو أنت مو متخصص في معرفة يعني في خدمة كطبيب أو غيره، لكن عندك معرفة معينة في مجال معين مثلا الإعلام غيره، ممكن تعطي وقف المعرفة للجهات أو فئات معينة، فأنت تتطوع من وقتك لنشر هذه المعرفة. جميل. طبعا عندنا القراءة، وعندنا طبعا زيارات الخير، عندنا بسمة الخير تهتم لصحة الأسنان من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن ذوي الدخل المحدود. شيخ أنا بس يهمني وايد سؤال، إن إذا حد من المجتمع من الناس يبغي يساهم بشكل أو بآخر في هذه المبادرات، كيف ممكن يتواصل معاكم؟ يا مرحبا، هم يتواصلون معنا في هيئة الصحة، أنا رئيس فريق الخير، في القنوات موجودة عندنا، ويتواصلون معنا، وبالعكس احنا نرحب بمشاركتهم. الدعوة مفتوحة حق كل المبادرات هذه، ولا في مبادرات معينة أنتم تبغون تركزون؟ في مبادرات نعم معينة، هي خاصة بالمجتمع، في مبادرات خاصة بموظفين الهيئة، فنحن ممكن نشوف كل المبادرات اللي هي ممكن يطوع فيها، وبالعكس هذا بيكون لنا إضافة. نحن وعد منا إن شاء الله ما نستلم هذه المبادرات مبادرة مبادرة، ومنركز الضوء عليها إن شاء الله، ومنعرف المجتمع بهذه المبادرات. يعني أستاذ الشيخ أنا ودي في الإعلام، وعندنا واحدة من المبادرات خاصة بمؤثري الخير اللي هي تهدف إلى جمع المؤثرين في وسائل الاتصال وتسليط الضوء على كل مبادرات عمل خير في هيئة الصحة.
ممتاز جدا. الأستاذ الشيخ الرحومي مدير إدارة العلاقات علاقات المتعاملين وأيضا رئيس لجنة عام الخير في هيئة الصحة في دبي. نحن شاكرين لك هذه. شكرا لكم الاستضافة. مشكورين أخوي محمود وسلامي للجميع. شكرا لك. شكرا جزيلا. إذا أستاذ الشيخ تسمعيني؟ راحت ولا؟ نسيت أنا وصل له سلام. كان واحد من المستمعين كان يقول شيخة من الموظفات المتميزات بلغها تحياتي. إبراهيم وغان إن شاء الله تسمعنا. إن شاء الله عادة تسمع يا رب. إنزين طيب. وكان كاتب ما شاء الله عليها شيخة مبتارك لكم مجال الملاحظات. طيب دكتورة على قبل نطلع فاصل بس عندنا في أقل من دقيقة نأخذ دواء الغدة قبل الأكل بنص ساعة أو ساعة لأني أسمع صديقاتي يقولون لي تناوليها قبل الأكل بساعة وأنا أخذها عادة قبل الأكل بنص ساعة احترت. أفيدوني جزاكم الله خير. إنزين دواء الغدة اللي يأخذونه أتوقع هي قصدها للدواء الغدة الخام يعني تأخذ ثايروكسين هرمون الثايروكسين. هو الهرمون نفسه امتصاصه في الجسم يتأثر إذا خذتيه مع الكالسيوم مع الحديد وبعض أنواع الأكل. عشان شي حين دائما ننصح تأخذين نص ساعة إلى ساعة قبل الأكل بس كل ما بعدتي عن موعد الوجبة يكون أفضل عشان ما يستوي تعارض في امتصاص الثايروكسين من المعدة. طيب يا جماعة الخير اللي يعني مقرر أنه يتزوج زين أو اللي بتقرر أنها تتزوج خلال الفترة الجاية موضوعنا بعد الفاصل الفحص ما قبل الزواج فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أي مسار حيل أنت متزوج ولا؟ طبعا متزوج عندك عيال ما شاء الله. شو سميت عيالك؟ نوح ها؟ يا سلام عليك أبو نوح. أنت يبتوم منو اللي يبتوم في الإذاعة؟ حد ياب توام يمكن نمر حين بيتبلع نمر ما أدك بيتبلع نمر يمكن هي ما أدري المهم يلا الله يبارك فيهم جميعا. عموما خدمة الفحص الطبي قبل الزواج تعد إحدى الخدمات الأساسية والإجراء من الإجراءات الوقائية اللي توفرها هيئة الصحة بدبي للمقبلين على الزواج ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الجانب الوقائي لدى أفراد المجتمع والوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة. طبعا هذه الخدمة يقدمها قطاع الرعاية الصحية الأولية. نحن معانا في الاستوديو مو بالدكتورة ندى طبعا دكتورة ندى جزء من هذه الخدمات لكن بالإضافة للدكتورة ندى معانا الدكتورة سعاد هاشم استشاري طب الأسرة ورئيس شعبة الوقاية السريرية وتعزيز الصحة في هيئة الصحة بدبي. صباح الله بالخير دكتورة. صباح النور والسرور لكم صباح النور والسرور لكم ولكل مستمعينا الكرام. حياك الله معنا دكتورة. ما شاء الله الموضوع هذا موضوع وايد مهم يمكن كثيرين منا نحن ما يعرفون يعني أنتوا شو اللي تسوونه بالضبط في هذا المجال أو أن يعني خاصة العزابية ما بعرفين شو أهمية الفحوصات. هذا فحص إلزامي صار إجباري على الكل إنزين لكن شو أهميته وهل بالإمكان بالفعل أن نحن نتخذ قراراتنا العاطفية بيست على القرارات النتائج الطبية؟ هذا سؤال يعني الواحد يعني هل الواحد يقول هل ممكن أن الأطباء يقفون ضد الحب؟ من يلا إن شاء الله حس أشرار أشرار مو أطباء سؤال بياكم. لا دكتور خبرينا وش أعطينا فكرة عامة عن هذه الخدمات كيف تم توفيرها وشو اللي تسوونه بالضبط؟ بداية خدمة فحص ما قبل الزواج مثل ما تفضلت أخوي محمود الخدمة إلزامية وإجبارية وهيئة الصحة بدبي أطلقت الخدمة من سنة 2008 والخدمة الحمد لله مستمرة والخدمة متوفرة في كل العيادات الرعاية الصحية الأولية كل المراكز كل المراكز اللي تابعة لقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي وبالإضافة إلى الخدمة موجودة في عيادة مستشفى الحتة والخدمة متوفرة في الفترة الصباحية والفترة المسائية. نزل بس أنا يعني تعليق هذا يقول لي شو اسمه مو بنمر أحمد سلام اللي جايبتهم زميلنا في الإدارة طرشوا لي هني هي شفت كيف
انزين تفضلي دكتور. انزين واذا هنا يعني نعرف المستمعين ما هو فحص ما قبل الزواج. فحص ما قبل الزواج هو فحص طبي للمقبلين على الزواج للتأكد من عدم حملهم أو إصابتهم ببعض الأمراض. شو هي الأمراض؟ بعض الأمراض المعدية وبعض الأمراض الوراثية. شو الأمراض بالضبط اللي تبني إن شاء الله الأمراض؟ إنزين الأمراض المعدية التهاب الكبد الوبائي ب والتهاب الكبد الوبائي ج والزهري ونقص المناعة المكتسبة الإيدز. وذين الأمراض الوراثية فقر الدم المنجلي والثلاسيميا أو أنيميا البحر المتوسط. ممتاز. ليش هذه الأمراض بالتحديد اللي أخذتوها؟ ليش هلا؟ لأن هالأمراض أعباء، أعباء يعني صحية، أعباء اقتصادية، أعباء اجتماعية، وبعدين نسبة انتشار المرض معدية طبعا أيه. وحتى الوراثية إنها تنتقل للأجيال القادمة. صحيح. يعني لأن مثل ما قلنا إجراء فحص ما قبل الزواج وإجراء وقائي. صحيح. فمن ناحية الأمراض المعدية نقد طرف آخر وحتى الأطفال من انتقال الأمراض المعدية لهم. صحيح. بالنسبة للأمراض الوراثية يعني نضمن إن شاء الله يعني أو أن الأجيال الأبناء يكون أصحاء. صحيح. ما يكونون مصابين بالأمراض الوراثية اللي ما ظهرت أعراضها على الآباء والأمهات لأنهم كانوا حاملين للمرض. صحيح. ونحن ما نقدر نكتشف إذا كانوا حاملين أو إلا بإجراء الفحص الطبي. صحيح. وأحسن يعني وقت نسوي هذا في ما قبل الزواج. صحيح. إنزين لو حد الحين سوى التحليل وطلع عنده أي نوع من الأمراض وراثية أو اللي تنتقل، شو تكون الخطوة التالية أو شو يكون التصرف الصحيح في الحالة؟ الهدف الرئيسي مثلاً قلنا إجراء الفحص وتقديم المشورة. تقديم المشورة أو الكونسلينج مثلاً نقول المشورة، إن نجلس مع الطرفين نشرح لهم بالنسبة للأمراض الوراثية نسبة انتقال المرض علمياً نسبة انتقال المرض للأطفال في المستقبل. ونضع بعد ما نشرح لهم نسبة الإصابة ونسبة الانتقال أو إنجاب أطفال مصابين إذا هم أصروا، هني نعطيهم الخيارات والبدائل ونشرح لهم مفهوم الزواج الصحي والنظرة المستقبلية لها. وإذا قدرنا بعد تخربون الزواج على كيفكم لا نقدم لهم. بالعكس الحمد لله في ثقافة وايد عوائل يعني وايد يغيرون رايهم وفي ناس يصرون. فهني إذا أنا كطبيبة قدرت أجلس مع الشخص وأعطيهم المشورة الصحيحة عن الآثار المترتبة إذا تموا وكملوا الزواج واقتنعوا وغيروا رايهم، فكان الحمد لله الأمور طيبة. بس في حالة إذا أصروا هني بعد نعطيهم فرصة ثانية إن يأخذون المشورة من أطباء مختصين في هالأمراض، مركز الثلاسيميا ومركز الجينات. مركز الثلاسيميا والجينات. صحيح. وهناك يناقشونهم يعطونهم المشورة ويراونهم. صحيح. يعني مثل الحالات اللي أوردي عندهم المرض. فهني بعد تكون لهم فرصة ثانية يفكرون للموعد الجاي ويأخذون القرار. صحيح. طيب إذا صار دكتورة أن هم خلاص حين عندوا يبغون يمشون في الموضوع و100% هذا متحملين النتائج، الهيئة شو تسوي في هذه الحالة؟ الهيئة مثل ما قلت ما في يعني بعد هذا يقولوا له مثلا متابعات معينة، فحوصات معينة تترتب على بين أول يعني حتى وقت ما يفكرون يحملون. نحاول إذا أصروا نوجههم يعني نعطيهم نصيحة أن قبل الحمل يتابعون مركز الجينات إذا في مجال يسوي لهم تحاليل معينة اختيار جينات. صحيح. سليمة. فالحمد لله هاي من الأشياء اللي موجودة. دكتورة سعاد أنت قلتي أن تتم مناقشة النتائج مع الطرفين، فطبعا الطرفين في هذه لين هاللحظة ما في بينهم رباط قانوني، ما في زواج، فكيف نحفظ خصوصية المريض مع وجود طرفين؟ يعني مسألة وايد مهمة. طبعا مسألة وايد مهمة، مسألة وايد محرجة مرة. فلضمان الخصوصية من الإجراءات المتبعة في الزيارة الثانية، هاي لأن الزيارة الثانية هي زيارة اللي فيها النتائج. فشو نسوي؟ ننصحهم أن يوم ويا بعض، بس تعرض النتائج على كل طرف على يعني بمفرده،
فيدخل الطرف الأول ونعطي النتائج ونناقش النتائج مع سواء سليمة أو في أي مشكلة في النتائج، وبعد ما يكون استوعب النتائج نطلب منه يعطينا إقرار أو لا مانع بعرض النتائج على الطرف الآخر. أوكي. حتى يعني عشان الضمان الخصوصية حتى في الأوراق الثبوت في توقيع لا مانع صح من عرض النتائج. بعده ينتظر يدخل الطرف الثاني نعرض نفس الشيء أو النتائج وشي والإقرار لا مانع من عرض النتائج على الطرف الآخر، لأن بعض الناس في هاللحظة يكتشفون إن عندهم مشكلة فيقول خلاص أنا ما يعني ما أبغى أكمل ما أبغى أكمل ولا بليز يعني لو سمحتوا ما تناقشوا النتائج ويا الطرف الآخر وخلاص الزيارة تكون انتهت بهالطريقة. وبعد إذا بعد ما الطرفين عطونا الإقرار يون يا بعض وتصدر الشهادة فقط بعد ما الطرفين يعطونا الإقرار. إيه لأن هذا بعد إذا يعني ما نصدر الشهادة أضرار اجتماعية على الطرفين في هذه الحالة، فأبدا ما نصدر الشهادة إلا بعد ما يعطونا الطرفين إقرار لا مانع من عرض النتائج على الطرف الآخر. ممتاز. فهني نحفظ لخصوصية الأطراف ونمنع الحرج عنهم. صحيح. زي دكتورة سعاد، شو المستندات اللي لازم واحد يوفرها عشان يحصل على الخدمة وكم الرسوم؟ هاي من الأشياء المهمة يعني عشان نسهل عليهم. الرسوم يعني مهمة ولا؟ لا الرسوم بس الأوراق، لأن يون مرات يضطرون يون زيارة ثانية عشان تكون اللي نطلب منهم الهوية أو صورة الجواز مع صورتين شخصية. جميل. لحن أرقام التواصل معنا 600-551-414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006، وأيضا متواجدين معاكم عبر حساب هيئة الصحة بدبي DHA_Dubai لايف على الانستغرام. صباحكم فل وياسمين، اشتقنا لكم وايد، اشتقنا لكم العافية. زين، في عادة مسج كاتبين الدكتور على مسماك، بقول إن شاء الله بعد الحلقة حقك وخبرت. زين، لكن نرجع ل ما قلنا رسوم الخدمة. الرسوم يمكن المستمعين يتريون الرسوم 260 درهم رسوم إصدار الشهادة بس 260 للطرف لكل طرف 260 درهم 260. وبالإضافة إلى الوضع تغير الرسوم زيارة، يعني هم زيارتين، زيارة الأولى والزيارة الثانية. ليش 260 لكل طرف دكتورة؟ لا، الرسوم تعتبر رسوم رمزية، حتى الرسوم ما تغطي تكلفة التحاليل. أوكي. يعني لو نسوي هالتحاليل مجموعة باقة التحاليل كل تحليل سعره نحسبه السعر أغلى 900 درهم أو 1000 درهم. أوكي. بس فلأن القرار فحص ما قبل الزيارة قرار وزاري، قرار يعني إجباري. إلزامي وإجباري، فتعتبر الرسوم نعتبرها رسوم إصدار الشهادة، يعني رسوم رمزية. ممتاز جدا. صحيح. وهذه لمصلحتهم اصلا، يعني مصلحتهم طبعا. الفتره الزمنيه اللي تاخذها الفحوصات، اهم سؤال نساله كل ما حديثة او فحوصات زواج، كم المده الزمنيه عشان تجهز الفحوصات الشهاده عشان نصدر لهم الشهاده؟ تقريبا 5 أيام عمل عشان اصدار الشهاده. زين، واذا حد يبغي خدمه VIP يسووا له؟ حاليا ما عندنا خدمه VIP، بس يمكن ندرس يعني الموضوع. ولا تدرسون ولا شيء، انت ايش حقه مستعجل ولا انت ليش مستعجل؟ لا بس لا يمكن نذل، لان بالعكس وايد حالات جتنا ناس مستعينين بالظروف معينه، خصوصا اللي بيتزوجون محمود برا على البلاد، يكون في بلد وبلد فيكون يدرس برا ملتزمين بالطيران. في ناس لان ما عندهم فكره ان الفحوصات تاخذ 5 أيام، يكون ياي مثلا اجازه ويك اند قبل الملتزم بيومين، يعني في نفس اليوم، في ناس في نفس اليوم يوم الاربعاء ياي الخميس العصب بيملتون. صادفتنا صح والله. يجون الصبح يقول العصر خلاص مليت شاي، يعني شو اسوي؟ ما نقدر نسوي شيء، ما نقدر نصدر الشهاده. في والله نقطه وايد مهمه بالله، حتى نحن يعني حتى لو الفحوصات 5 أيام عمل، انا يعني انصح كل المقبلين على الزواج لا تخلون فحص الطبي اخر اجراء بعد ما تتفقون على كل الاشياء. صحيح. تحجزون القاعات وتشترون اول شيء يسوونه. انا صحيح. اول ما يعني شفتوا ان يعني ان شاء الله انت نويتوا وتستمر تبدون اجراءات. صحيح. اول اجراء او اول شيء تسوونه فحص ما قبل الزواج، لان قبل الرؤيه الشرعيه. لا، بعد الرؤيه الشرعيه. بعد الرؤيه الشرعيه وقلت ان شاء الله ها بنكمل، صار القبول سووا الفحص ما قبل الزواج.
لأن حتى الشهادة 3 شهور صلاحية الشهادة يعني عندكم وقت، فليش تخلون الشهادة وفحص ما قبل الزواج آخر شيء قبل ما تسيرون للمحكمة أو قبل الملجأ؟ مثل ما تفضل الدكتورة ندى، كثيرين ما عندهم فكرة، يجون يوم أو يومين قبل الملجأ وصار وصادفتنا حاجزين قاعة وكل شيء عازمين الناس، نحن نعرف التحاليل تطلع أو يطلع مرات مشكلة تحاليل ثانية، هاي ما يعني هالتحاليل تختلف عن تحاليل الأشياء الثانية اللي سويتوها قبل. بالله طلع في الرجال شيء ولا في الحرمة شيء، استوت محمود أكثر عن مرة يطلع في شيء وعازمين وبلغتوا الكل. ما استويتي يا جماعة الخير بعد، ومرة أبو ويانا العيادة والولد طلع في شيء وقال ما أقدر أكنسل، بخليهم يتزوجون قدام الناس ما أقدر أكنسل. زين ما يستوي بعد شيء، يعني تظلم البنية عشان هم حاجين دافعين يعني الحلقة قصير، بس ياما مواقف يعني من 2008 إلى الحين يعني تبر علينا مواقف أشياء. صحيح. عشان تين نقول يعني بعد الأفراد المجتمع يحتاجون توعية بفحص ما قبل الزواج. على طاري من 2008 أنت تتكلمين دكتورة هذا، خلينا نتكلم عن عدد المستفيدين من هذه الخدمة. يعني عدد المستفيدين مثلا إحصائيات 2016 عدد المستفيدين كان تقريبا 7000 شخص اللي تلقوا خدمة فحص ما قبل الزواج في هيئة الصحة بدبي. كم شخص رجكت؟ انزين. وفي 2015 كان تقريبا 6700. زادوا ما شاء الله الإنسان. تقريبا زيادة يعني زيادة كل سنة تقريبا 200-300 شخص. يعني يجينا ل 2014 تقريبا 6100. صحيح. كيف يقولون زايد نسبة العزابية ونسب نسبة العنوس؟ يعني خلال 3 سنوات إحصائيات يعني من 2014 لحد 2016 20,000 شهادة فحص ما قبل الزواج أصدرتها هيئة الصحة. ما شاء الله بالبركة للجميع. بالبركة للجميع العزابية وإن شاء الله كلهم يعني. إنزين دكتورة، يعني أنا شدني أن أنتوا تسوون فحوصات للعديد من الأمراض. يمكن أنا اللي كان يعني في بالي أن مسألة أن الواحد ممكن نقص اكتساب المناعة، نقص المناعة المكتسبة ليد. أوكي. في الزهري في كذا، لكن هناك أيضا بعد في بعض الفحوصات بالتهاب الكبد صحيح. ليش حطيتوا هذه الفحوصات وأهميتها؟ وأيضا ليش ما تكون في فحوصات لبعض الأمراض الوراثية اللي ممكن تبين؟ سؤال أو بجاوب أول شيء السؤال بعض الأمراض الوراثية. بعض الأمراض الوراثية في تقييم نسبة الخطورة وتقييم الشخص في أثناء الزيارة الأولى للفحص ما قبل الزواج من الأسئلة اللي نسأل، وسؤال وايد مهم، إنه هل أول شيء في العائلة أو أقارب الدرجة الأولى أو حتى إذا الشخص كان متزوج قبل وعنده أطفال، عندكم في العائلة أي في التاريخ المرضي للعائلة أو أي مرض وراثي أو من شيء من الأمراض الجينية؟ فهني نحن نقول للمقبلين على الزواج تكونوا صريحين واضحين مع الدكتور، يعني تخبرون الدكاترة إذا شيء في العائلة هالأمراض، لأن يمكن نحولهم لنفس الشيء قسم الأمراض الجينية يسوون لهم فحوصات ثانية يتأكدون أنهم مو بحاملين لهال الجينات. صحيح. أو أطفالهم يعني مثل ما يعني في العائلة موجودة الأطفال هم بعد ما يكونوا مصابين بهالأمراض. صحيح. زي. ونحن حاليا بعد في يعني في مرحلة الدراسة وعشان ندرس إمكانية إضافة بعض الأمراض الوراثية لفحص ما قبل الزواج في تعاون بيننا وهي الصحة بدبي في أبوظبي وزارة الصحة. في سؤال يقول دكتورة، طيب الرجل اللي يتزوج كذا مرة مزواج، هل كل مرة يحتاج فحص ولا الأول كافي؟ مفروض يدبلونه. لا إله إلا الله. ليش؟ أنزل على بخصوص هالسؤال له وحتى للناس اللي مر علينا اللي مثلا سوى الفحص بعد 3 ما كملوا إجراءات الزواج لأي سبب، وبعد فترة بعد 6 شهور يا وبعد بياخذ في هالحالة نعيد بس الأمراض المعدية. صحيح. بخصوص الأمراض الوراثية لأنه الجينات إذا كان مسوي وقبله عنا نتائج موجودة عنا
فما نعيد له فحص الأمراض الجينية بس نسوي له الأمراض المعدية. طيب ممكن أعمل فحوصات دي من غير زواج؟ اي ممكن تعملها من دون زواج بس ما راح يكون تحت باكج فحص الزواج فراح يطلع لك اغلى اذا ما كنت مقضلت. دواء العزابيه يمشون مع متزوجين عشان يعدونهم صدقني ولا بيتزوجون اذا مش زي ما شاء الله. وش ذا قناه مشهوره جزاكم الله خير. كيف ارفع الهيموغلوبين؟ كيف ترفع الهيموغلوبين؟ طبعا الهيموغلوبين سبب نقص الهيموغلوبين له وايد اسباب. في اسباب جينيه نفس الناس اللي عندهم ثلاسيميا او انيميا منجليه هذا يعني ما يرتفع عندهم الهيموغلوبين وايد. بس الناس الهيموغلوبينهم نازل بسبب او اخر عن طريق الاكل الصحي وحبوب الحديد. الاكل الصحي الاكلات الغنيه بالحديد بروكولي كبده رمان كل الاكلات الغنيه بالحديد. محمود يضحك ليش تضحك محمود؟ اضحك على تعليق معي سامحني شوي بس ايمن يقول لك الزواج اصبح شيء صعب المنال على الاقل نعمل فحوصات اي شيء من ريحه الزواج وبعدين فحوصات الجينية مكلفة جدا إذا صحيح. ما كان في مؤشرات في التاريخ المرضي ولا مختبرات طبعًا. خاصة طبعًا. التكلفة مثلما. تكون عالية على الهيئة. سؤال بليز شو السؤال؟ شوي على ما فهمت أظني أنا أعتقد أني قريت كل الأسئلة فسامحوني. عموما دكتورة واحد أبو عبد الله يقول مبروك مقدما الأستاذ محمود يلا الله يسمع منك. عموما دكتورة يعني آخر شيء قبل نختم البرنامج عطينا بس شو الخلاص اللي تبغون توصلونها للمستمعين من خلال كلمة أخيرة تبغين تقولينها. كلمة أخيرة أو يعني أن الدرهم وقاية خير من قطار علاج والأسرة لبنة المجتمع فنحن من خلال الفحص الطبي ما قبل الزواج ندعي إلى الزواج الصحي. صحيح. فشو الزواج الصحي؟ إن حالة من التوافق والانسجام بين الزوجين من النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية بهدف تكوين أسرة سليمة وإنجاب أطفال أصحاء تساهم في بناء مجتمع صحي وسعيد. جميل. شكرا لك. كلنا نساهم من أجل سعادة المجتمع. يا رب إن شاء الله يا رب. الدكتورة سعاد هاشم استشاري طب الأسرة ورئيس شعبة الوقاية السريرية وتعزيز الصحة بهيئة الصحة بدبي. شاكرين لك تواجدت معانا ونشوفك إن شاء الله على خير وإن شاء الله يعني هالويوه السمحة تساهم في يعني تعزيز الصحة في إن شاء الله يا رب ربي يسخرنا إن شاء الله في هذا المجتمع الطيب. عموما وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم دكتورة والله مرت بسرعة الحلقة اليوم. أي ما شاء الله فيها وايد مواضيع. كل الشكر لدكتورة ندى الملة على تواجدك معانا وأيضا الشكر موصول حق حمدة المعيوف. حمدة شكرا لك. بنستفقدها حمدة والله. أي والله. وأيضا شكرا ل البطل أيمن سرحين. نسيت اسمه قولي. البطل أيمن سرحين. طبعا مو بناسي اسمه لكن عموما يعطيكم العافية ونشوفكم على خير ودمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.